استقبلت أكاديمية الأوقاف للتدريب وفدا من أئمة المساجد الكبرى من السودان المشاركين في الدورة التدريبية المشتركة الأولى لأئمة مصر والسودان. يأتي ذلك امتدادا لدور مصر المحوري في تفنيد الفكر المتطرف وشبهة المتطرفين ودحض أباطيلهم بالداخل والخارج. مزيد من التفاصيل يطلعنا عليها مباشرة من مقر أكاديمية الأوقاف بمدينة السادس من أكتوبر الزميل وليد هيكل. وليد، أهلا بك، تفضل. أهلا بك رغدة. بالفعل نتابع معكم من خلال كاميرا التلفزيون المصري افتتاح الدورة التدريبية للأئمة السودانيين هنا في أكاديمية الأوقاف للتدريب بمدينة السادس من أكتوبر. ربما الدورة بالفعل رغدة تتطابق مع الخبر الذي ذكر منذ قليل، وهو دحض الأفكار المتطرفة التي بالفعل دأبت عليها جماعة الإخوان المسلمين. لكن مزيد عن هذه الدورة رغدة، يسعدنا أن ينضم معنا الآن معالي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة. سيادة وزير الأوقاف، أهم ما سوف تبرزه هذه الدورة بالنسبة لتدريب الإخوة السودانيين هنا في أكاديمية الأوقاف، كذلك العمل على دحض الأفكار المتطرفة. بداية برحب الصديق والزميل العزيز معالي وزير الأوقاف السوداني الشيخ نصر الدين مفرح. الحقيقة أفق جديد وواسع في العلاقات المصرية السودانية الطبيعية على كل المستويات، ومن أهمها جانب البعد الديني والثقافي والتعاون. اليوم دي دورة مشتركة للأئمة السودانيين في المساجد الكبرى لمجموعة نخبة متميزة من أشقائنا الأئمة السودانيين في المساجد الكبرى ونخبة متميزة من الأئمة المصريين في إطار ما قلت عليه الوسطية، سماحة الأديان، الانتماء الوطني، مصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان، التيسير للتعسير، الحريات الدينية، عقد المواطنة، قيمة المواطنة، وأهم ما فيها هو هذا التعايش بين الأشقاء. ودي بداية انطلاقة واسعة، ومع معالي الوزير كوكبة عظيمة قمة القيادات الدعوية في السودان، معالي الوزير معه نخبة من الوزراء، السيد رئيس مجمع الفقه الإسلامي وأمين المجمع ونخبة من الزملاء، وأترك الحديث لمعالي الوزير. كل شكر لحضرتك سيادة وزير الأوقاف. واسمح لي رغدة أن أتواصل بالحديث مع معالي وزير الأوقاف السوداني نصر الدين مفرح. ودعني أسأل سيادتك معالي وزير الأوقاف السوداني عن مدى التعاون الوثيق بين مصر والسودان خلال الفترة الحالية، ومن جهة سيادتكم في تدريب الأئمة هنا في مصر في أكاديمية الأوقاف الدولية للتدريب. المشتركات التي تجمع بين الشعبين المصري والسودان، السوداني والمصري، هي مشتركات قديمة متجددة ومتطورة، ولذلك جئنا في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بزيارة تلبية للدعوة المقدمة من السيد الوزير وزير الأوقاف المصري صديق محمد مختار جمعة الأستاذ الدكتور، وهي في إطار الوقوف على التجارب الثرة في الأوقاف في خطاب التجديد، محاصرة خطاب التطرف والغلو، وكذلك إدارة التنوع وإحلال السلام، وكيفية الوصول إلى مشتركات مهمة هي كيف إننا كلنا مع بعض نضحض الفكر المتشدد والغالي الذي لا يمت إلى الدين بصلة. الدورة التدريبية المشتركة مجموعة من الأئمة والدعاة السودانيين، مجموعة من الأئمة والدعاة المصريين، هم مع بعض في كابينة واحدة من أجل التفاكر والتدريب في إطار إدارة التنوع وأدب الاختلاف ومحاصرة الغلو والتطرف. كل شكر لحضرتك سيادة وزير الأوقاف السوداني. إذن زميلتي العزيزة رغدة، بالفعل تهدف الدورة إلى دحض الأفكار المتطرفة التي انتشرت خلال الفترة الحالية والماضية سواء في مصر أو في بعض الدول المجاورة. كذلك رغدة، بالفعل تعمل أكاديمية الأوقاف على التدريب لهؤلاء الأئمة سواء داخل مصر أو خارج مصر. إليكم في الأستوديو رغدة. شكرا لك وليد هيكل، كذلك أشكر معالي وزيري الأوقاف المصري والسوداني.